مرحبا، معكم دكتورة فرح البياتي، وفي حلقتنا اليوم سنتحدث عن تبييض الأسنان. لكن قبل ذلك دعونا نوضح الأسباب التي تعمل على تغيير لون الأسنان. السبب الأساسي هو نوعية الطعام والشراب مثل القهوة والشاي التي مع مرور الوقت تغير لون الأسنان لتصبح غامقة اللون. السبب الثاني هو التدخين. السبب الثالث هو نوعية الحشو التي يعولج بها السن. حشوات الأسنان مثل البلاتين وحشوات العصب تعمل على تغيير لون الأسنان، وفي هذه الحالة يتغير لون السن ليصبح لونه رمادي. للبدء في عملية التبييض عليك أن تحجز موعد لدى طبيب الأسنان لعمل فحص أولي على الأسنان، إزالة التكلس ومعالجة الأسنان التي تحتاج لعلاج. بعد ذلك يكون لدى المريض طريقتين للتبييض، الأولى من خلال استخدام الليزر للتبييض، وهي طريقة سريعة واللي تستغرق مدتها حوالي ساعة إلى ساعة ونصف، وعلى الأشخاص معاود التبييض بعد حوالي عام أو عامين للحفاظ على النتيجة التي حصلوا عليها بعد التبييض. أما الطريقة الثانية وهي التبييض في المنزل، حيث يتم إعطاء الشخص قالب للتبييض يضع بها مادة التبييض ثم يضعها على أسنانه وقت النوم يوميا لمدة أسبوع إلى 10 أيام حتى الوصول لدرجة البياض المطلوبة. هذه طريقة بطيئة لكن نتائجها مشابهة بنتائج التبييض باستخدام الليزر، أما فائدتها تكمن بأن الشخص يستطيع استخدامها بعد فترة إذا شعر بأن الأسنان فقدت بياضها وعادت إلى الاصفرار، حينها يعاود استخدامها لتبييض الأسنان مرة أخرى. أما في حالة أن السن يكون لونه رمادي وسببه الحشوات بلاتينية، فيمكن استبدالها بحشوة بيضاء أو تلبيس السن لتغيير لون السن. أما إذا كان سبب التغيير هو أن السن تم علاجه سابقا بحشوة عصب، فحينها يتم عمل تبييض داخلي للسن، وهذا العلاج يتطلب من 2 إلى 3 زيارات لطبيب الأسنان، وفي أغلب الأحيان نحصل على نتائج جدا مرضية. من الجدير بالذكر بأنه لا يمكن تبييض الأسنان التي تمت معالجتها سابقا بالتلبيس أو الجسور. بعد تبييض الأسنان يجب تجنب الشراب والطعام الذي يحتوي على ألوان مثل القهوة والشاي لمدة 2 إلى 3 أيام، لأن مسامات الطبقة الأولى من السن تكون مفتوحة، إذا عند شرب أو أكل أي شيء يحتوي على ملونات ستدخل تلك المسامات وتقوم بتلوين السن مجددا. لذا المطلوب فقط أن تمتنع عنها بعد 2 إلى 3 أيام من عملية التبييض. أما إذا كان الشخص يريد حل دائمي وتغيير شكل أسنانه بصورة جذرية، فيمكن عمل تيجان أو ما يسمى بالتلبيسات ل10 أسنان فك العلوي و10 أخرى في الفك السفلي، وهذا ما يدعى بهوليوود سمايل. هذا علاج تكلفته عالية مقارنة بالتبييض، ويطلب حفر الأسنان التي سيتم تلبيسها. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات. إذا كان لديكم أي سؤال حول الموضوع تواصلوا معنا للحصول على معلومات أكثر حول الموضوع. تحياتي لكم وإلى اللقاء.